هذه عشية عيساوة درناها شعبانة وفرحانين بها، ومع المجموعة ديالي سي يحيى سي زكريا وفقرة ديالي، وانا تنحب هذا الدومين ودرت الليلة ديالي. الطقوس ديالها تطلب الناس نقيين، تطلب الناس حافظين في عيساوة مزيان. ما يمكنش انت غادي دير كل شيء بوحدك الا ما كانوش معك الناس، ما كانوش معك الرجال راه ما غاديش دير حتى حاجه اللي ما درتي ديروها معك الرجال. وهذاك الشكل اخر، حنا تنديروا الليله ربانيه، حنا هذه الليله ربانيه ما داخلينش لذاك الطقوس الاخرى، امداح امداح النبويه. وتنطلبوا من الله، حنا غاديين في هذه السيره غاديين فيها وتبلينا بها وحبيناها، وحنا غاديين بها بالمعقول ديالنا وبالناس ديالنا. الحمد لله هذا الطابع العيساوي معروف على الصعد المغرب خارج المغرب. الحمد لله تنتمناو انه وصلوا واحد الرساله لجميع الشباب اللي تيحملوا هذا الاصل، يحاولوا يحتفظوا عليه ويعطيوه الرونق ديالو اللي كان خلاه الشيخ المشايخ الهادي بن عيسى. وتحيه لجميع الشباب، تنحبهم على اساس هزوا من هذا الاصل الصوفي. وهذا الحمد لله هذا طابع ما خافيش على المغاربه، عندهم داك الشيء تربيه داخل البيوت ديالهم. والحمد لله تنتمناو ان شاء الله للجميع، وتقدم لكم الطائفه العيساويه سعيد مقدم برئاسة المقدم سعيد السامي، ونور على نور وتحياتي للجميع. وكاينه واحد المسألة زوينة، هاد الحنديرة تتعد من المسائل المهمة في الأصل العيساوي. الحنديرة هي الأصل، هو الطابع الأساسي فاش تكون الحنديرة تتعرف كاينين عيساوة، وتتحس بالروح ديالك تتبدل لحقاش مسائل روحية. هذه الطائفة ديال سعيد السامي هو طائفة بالدار البيضاء الكبرى تترأسها سعيد السامي، ومع واحد المجموعة ديال الشباب من مدينة الدار البيضاء ومن مدينة فاس ومدينة مكناس وزرهون، تتحتوي على واحد المجموعة شابة راقية. وحنا غاديين في هذه المسيرة الصوفية ديالنا الربانية، شادين في التقليد ديال الخدمة، التقليد القديم تابعينه، وحنا يا حنا غاديين يكمل الله بخير وعلى خير. وحنا تنطلبوا السلامه للجميع، والله ينصر سيدنا ويشافيه ويعافيه، وينصر الاسره الملكيه كبيرا وصغيرا، والله ينصر على من عدا ويخلينا سيدنا ويطول الله في العمر ديالو، والله يرحم الوالدين الجميع بجنه بالشافي. وهذا الشيء هذا اللي ما عندي ما نقول، والحمد لله رب العالمين.